بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلة، والله جل وعلا أسأل أن يظلنا ويظلكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحياتي لكم في هذا اللقاء الجديد في هذا الريتم الجديد، وبنقول إن احنا النهاردة بنبدأ يعني سلسلة العقيدة في هذا الشكل المبدع، والذي أعتبره إن شاء الله يعني إطلالة جديدة في قناتنا الجميلة قناة الصحة والجمال. بنتكلم النهاردة، بنتواصل مع أنين المسحورين، وما زلنا بنقول إن هذا البرنامج هو برنامج يعني فيه شوية أحاسيس، فيه مناجاة، فيه حياة بنعيشها مع بعض. بعد إذنكم بس نسيت أغلق الهاتف، هنغلق الهاتف بس عشان الإخوة يعني بفضل الله تبارك وتعالى. هنبدأ نتكلم عن حاسة التوبة، برضو بقول أبو دقيقة، عايزين نعيش بقى مؤثرات الصوت إن شاء الله مع أنين. كلمة أنين دايما بركز عليها، إنها دايما بتديني إحساس بالتعايش مع الله جل وعلا في الرجاء وفي التوبة في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. برنامج أنين ما هو إلا مؤثر صوتي بتعايش فيه معاكم مع بعض الكلمات التي نلتمس فيها الأعذار إلى الله جل وعلا، نلتمس فيها التقصير مع الله تبارك وتعالى. برضو من السامع المؤثرات الصوتية، أستاذ أبو دقيقة ربنا يكرمك إن شاء الله، أستاذ وليد طيب احنا بنتكلم عن أنين. طبعا احنا لسه في اللوجو الجديد، ف يعني انا بحبك تعيش معايا في هذا المنوال على اساس انه ده صوت داخلي بيقول لك بيصدر من كل واحد فينا، بس يا ريتها نفصله من السماعة والسوليد ونخلينا على الاستوديو ان شاء الله فقط. تمام ان شاء الله. طيب، فكلمة أنين كلمة موزونة بشق داخلي، وبرضو الصوت مش عندي يا أستاذ وليد جوه، الصوت مش عندي جوه. ليه احنا بنعمل تأثير صوتي؟ لأن أنا دايما بربط الدعوة بالتأثير الصوتي، دايما بقول إن الدعوة هي صوت بينبع من الداعية وبينبع من الإنسان السائل. يعني لما يتصل حد يقول لي شيخ سيد أنا مسحور، أنا ممسوس، أنا معيون، أنا محسود، دايما بنسمع الأعراض بصوت، ودايما أنا بتعايش مع الصوت بالفكر الصوتي اللي أنتوا سامعينه ده، عشان خاطر نتعايش في تأثير، زي بالظبط الفن. يقول لك الفن بيؤثر في العواطف أو بيقع على العاطفة. دائما ابدا المجسدات الصوتيه في اهل الفن بتحرك المشاعر، ساعه الغضب، ساعه الثوره، ساعه الظلم، ساعه في التمثيل نفسه. احنا عندنا مؤثرات صوتيه، الانسان لما بيقرا في القران ويتعايش مع ايات الله تبارك وتعالى، هناك تاثير صوتي بيقع على مسامعه حينما يتلو القرآن بخشوع، ويقع على قلبه حينما يستشعر ويتدبر القرآن، بيقع على عقله حينما يتفكر في آيات الله. هذا الاستشعار هو تجسيد صوتي لمعاني القرآن. فالنهاردة بنكمل موضوعنا اللي وقفنا عنده المرة اللي فاتت، وبنقول لك انت عامل ايه مع ربنا، كيف توصلت في الحلقات السابقة انك انت تتعلم تصحح العقيدة، تصحيح عقيدة، ازاي صح عقيدتي، عقيدة الناس اللي بتلجأ للسحرة، عقيدة الناس اللي بتلجأ لأهل الدجل والشعوذة، عقيدة الناس اللي بتتصل بحد تديله الاسم واسم الأم. هذه عقيدة مختلفة تماما عن العقيدة اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجي صحح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجم الصحابة كملوا هذا التصحيح، وإحنا بنمشي على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضرب الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الأمر يحتاج منا إلى وقفة مع النفس، وقفة مع النفس. هل انت فعلا رجعت لربنا؟ لما كلمتك في الحلقة اللي فاتت عن الموت وقلت لك ان الموت دلوقتي بيحصد، يا عم فعل الله ولا فعلك، ما هو فعل الله ولا فعلك مش هتجدي ولا هتنفع.
فعلا احنا امام حقيقه مره، موضوع موت الفجاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اخزت اسف. يعني ايه اخزت اسف؟ يعني ما بتلحقش تتاسف. واحد منغمس في الشهوات، منغمس في المعاصي، منغمس في الظلم، منغمس في الرشوه والارتشاء، منغمس في اكل اموال الناس في الباطل، منغمس في الربا، منغمس في الزنا، او امراه كذلك الامر منغمسه بالزنا، منغمسه في اكل مال الناس بالباطل او في الرشوه، كل ذلك ينطبق على الرجال والنساء. وفجاه جاء احدهم الموت، جاء الموت زي ما قلت لك المره اللي فاتت. اول كلمه جسدها القران لينا بنتكلم فيها عند الموت، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. رب ارجعون، هذا التجسيد الواقعي في هذه الحاله، حاله اللقاء، لقاء العبد بربه، بتجسد مشاعر انين الذنوب، انين الندم، انين التوبه. بس فين؟ في وقت ما تنفعش فيه توبه. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يوم ربنا يجسد الرد القراني تجسيد ملموس للحي قبل الميت. كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ده انت رايح لخزنه انت بتحوش فيها اعمالك من ساعه ما كلفت بالتشريع. خزنه اسمها البرزخ، اسمها القبر. خزنه لابد انك انت تنزل تجرد اعمالك فيها. هذه الخزنه هي مفتوحه دلوقتي، الذي يصل اليها هي عملك، عملك السيء، عملك الصالح، عملك المشتبه فيه، ليه في شبهه بينهما امور مشتبهات، فاتقوا مواطن الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كان كالراعي يحوم حول الحمى تكاد ان تواقعه. خلي بالك، خلي بالك، الشبهات كثيره والفتن ابوابها مفتوحه. وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن من تلك الفتن. اختي الكريمه، كل خطوه بتخطوها فيها فتنه، فتنه بتتعرض ليها، لمعاكسه بالطريق، لواحد بيحتل عليك باسم الحب، بواحد بيحتل عليك باسم انه شغالك او يوصلك، بواحد انه بيحتل عليك باسم انه هو خايف عليك. واذا ما وقعت في شباكي وفي حباله انتهى الموضوع، يقولك انا ما ضربتكيش على ايدك، انت اللي جيتيلي واكيد رحت لحد غيري. لا اله الا الله. هذه الرسائل التي اقراها من هؤلاء الضحايا من النساء، والله العظيم امراه تقول لي واحد وعدني بالزواج وقال لي تعالى اوريك الشقه بتاعتنا انا وانت يعني، واخدها الى الشقه وقال لها ان ما كنتش اذني بيك الان هرميكي من البلكونه. عملت يا اختي الكريمه؟ هل قتلت دون عرضك؟ لا، خفت فسلمت له نفسي. بهذه الوقاحة وصلنا إلى أن هذا الرجل ينسك خيوطه بحجة أنه هو معرفش يخش لها بطريق الزنا مباشرة، فدخل إليها بطريق الحلال، أنا عايز أتجوزك، ثم انتقل إلى إرادته الأولى اللي هو إرادة الفحشة. كيف حال هؤلاء مع الله عز وجل؟ والأخت تنحب، عندها نحيب رهيب، تقول لي يا شيخ سيد والله العظيم انا ما رحت عشان خاطر اذني، انا رحت عشان خاطر ان انا اشوف الشقه بتاعتنا، فوقعها وزن بها. عايز اقول لك ان كل خطواتك فيها فعلا تعرض للفتن والمصائب، ان لم تكوني تدركي ان الله رقيب وان الله حسيب. لازم نراجع انفسنا. الفضيل بن عياض يمر على رجل وهو بيقول يا إمام ادعو الله لي أن أتوب. قال كم عمرك؟ قال 50 سنة. قال 50 سنة تسير إلى الله، كدت أن تصل، قربت توصل ولازلت لا تتوب إلى الله. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام الفضيل أعلمت معناها؟ إحنا بنقولها عرفت معناها؟ قال علمني يا إمام. قال من علم أنه إلى الله راجع علم أنه موقوف بين يدي الله، ومن علم أنه موقوف بين يدي الله علم أنه مسؤول بين يديه، ومن علم أنه مسؤول بين يدي الله أعد للسؤال إجابة. فهل أعددتم للسؤال إجابة؟ بجد أنا بسأل السؤال ده،
انت اعددت لما يسألك من ربك؟ انا عارف ان ربي الله. لا، هنا لا ينطق اللسان بل تنطق الاعمال. خلي بالك، انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الايد هتنطق، مديت ايدي للحرام، سرقت، ارتشيت، رشيت، لمست، حسست، والله سرقت، العين هتنطق، نظرت للحرام، تلصصت، تجسست، الاذن هتنطق، اتصنت، سمعت، اللسان هينطق، كذبت، رغم انك انت هتنكر. هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ لما شهدتم علينا؟ ازاي انت ايده تشهدي؟ ازاي رجله تشهد وتقول انا رحت للحرام برجلي بنفسي؟ ازاي عينيا تشهد ووداني؟ ازاي لساني يشهد عليا؟ ده انا كنت طول عمري بكذب، جيت قدام ربنا ودلوقتي بقت تقول الحق. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. مصيبه، مصيبه حينما يعني يدرك الانسان هذه المقوله من القران، انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يبقى ايدك من النهارده تستغفر لها. بطشت، ظلمت، اكلت، سرقت، رشد، ارتشد، عايزه توبه. عينيك، يا نهار ابيض انا نظرت كتير، عايزه توبه. ودنك، اتصنت كتير، عايزه توبه. رجلك، ده انا سعيد في الحرام كتير، عايزه توبه. بطنك، بلعت حرام كتير، بلعت، سفت. يا ترى احنا العمر اللي باقي في زمن موته الفجأه هنقدر نتدارك التوبه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى هيمهلني ان انا اتوب اليه؟ هل هاكفر عن سيئاتي؟ طب ما انت لسه بتتنفس دلوقتي اهو قدامي وقاعد بتستمع وقادر ترجع لربنا. يا عم الشيخ ده الحقوق كثيره، ده انا عندي بلاوي، هتوب عن ايه ولا ايه؟ والله العظيم ورب الكعبه والذي لا اله الا هو، لو انكم تتوبون الى الله توبه نصوح لغفر لكم ما كان منكم ولا يبالي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا مين يا رب؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أولئك حق على الله جل وعلا، الذين تابوا من الزنا ومن القتل ومن الشرك تبت إلى الله. يعني ربنا بيقول لك حتى لو أشربت وتبت، حتى لو قتلت وتبت، حتى لو زنيت وتبت هيكفر لك؟ بس لا، يبدل سيئاتك حسنات. راحت لساحر، أشركت بالله بالساحر أهو، اشتركت مع الساحر في جريمة وأشركته في كفر واشتركت معاه في الكفر، لا توبة، لا توبة. حينما تقوم الآن وتغتسل غسل الإسلام وتصلي ركعتين توبة، ثم تقول قبل أن تخرج من هاتين الركعتين: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وإذا كانت امرأة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم أقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا تقوم من مقامك إلا غفر الله لك. نرجع لربنا بقى، نجدد الإيمان مع الله عز وجل. طب هرجع له إمتى وانا بموت؟ طب ما هيقفل الباب. كلا انها كلمه هو قائلها، ما انت ما عملتش، لسه قدامك فرصه. احنا مش عارفين بكره صباحه ايه، هل صباحه اخره؟ هل صباحه قبر؟ هل صباحه برزخ؟ والله العظيم الامر جد عظيم، والله جد عظيم، يحتاج الى رجعه والى توبه. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا.
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل هل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل نادى الجليل الله نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا. المشركون مش المشرك اللي هو أشرك بالله بصنم، اللي سجد لبقرة، اللي شمس، اللي عبد وثن، أبدا. المشرك هو الذي أشرك في عبوديته لله أمرا شغله عن الله، اشترك في أمور شغلته عن ربنا، ربنا قال له افعل والتاني قال له افعل فاتبع هوى الثاني وترك كلام الله جل وعلا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون في دار الخلد سكانا. اعلموا ان الامر جلل عظيم يحتاج الى وقفة مع النفس، رجع الى الله توبة نصوح لعلنا نلقى الله الان الان او غدا. فماذا نقول له؟ على الاقل اعتذر يا ربي تبت اليك قبل ان اموت. يقول وماذا فعلت بتوبتك؟ اقول انت التواب الرحيم. وماذا اعددت للقائي؟ اقول انت الرحمن الرحيم. يا ربي تبت. هي دي كل كلمة النبي يقول لعمي يا ابي طالب، كل كلمة في الاسلام أحاجك بها عند الله جل وعلا. قل لا إله إلا الله يا عماه وهو على فراش الموت. وكأن النبي يريد أن يقول لنا قولوا قبل الموت كلمة أحاجكم بها عند الله، حينما يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رب لقد قالها فشفعني فيه. قلوها، قل لا إله إلا الله، تبتوا إلى الله، عظموا ربكم وقروه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ارجعوا لله جل وعلا. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، وقد أدنيت شمس النهار وتدليت حتى كأنها على رؤوس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها كأنها كمر السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعض الضياء قدور، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجنين بأمه يوم القيامة متعلق يخشى القيامة وقلبه مزعور. هذا بلا ذنب، هذا بلا ذنب جنين، هذا بلا ذنب يخشى جناية، فكيف بالمصر على الذنوب ظهور. هذا بلا ذنب يخشى جناية فكيف بالمصر على الذنوب ظهور. هذا ما أردت أن أستفتح به حلقتي كل يوم سبت. فالآن بعد هذا التأهيل النفسي والعقائدي نفتح بقى الاتصالات ونسمع الأهات من أنينكم، من أنينكم ومن صرخاتكم بينكم وبين الله جل وعلا. عايزين نتكلم. كم من مسحور سد أمامه باب الشفاء نقول له لا ما تسدش. كم من مذنب لجأ إلى التوبة مرارا ووقع نقول له لا ما تقعش، قوم قوم وكمل معانا. فالله جل وعلا وعدك وعده حق، وعدك ووعده حق، وعدك ووعده حق، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انت عارفين كلمة وكان الله غفورا رحيما؟ ما قالش ويكون الله غفورا رحيما، ما قالش إن الله غفورا رحيم، لا، وكان يعني بيقول لك أنا معاك من الماضي بغفر لك. وكان فعل ماضي، كان، خلي بالك ربنا معاك في ماضيك يغفر لك. نكرر الكلام تاني بعد ما نسمع الأستاذ هاجر. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ هاجر؟ تقبل الله منا ومنك. اللهم امين يا رب. ممكن اسال حضرتك سؤال واقول لحضرتك برضه؟ اتفضلي. انا دايما باجي اصلي عندي صلاه الهبد بالليل كده لا القران. بعد اذنك استاذ وليد ما تشغليش في السماعه، انا عايز اسمع من خلال الاستوديو. تفضل يا استاذ هاجر. بحس حضرتك ان انا ببقى كده بروح احضر حاجه اكمل او اقرا القران بحاجه. نعم. دايما بتعدي على الساعات يعني بتعدي على الساعات.
يعني انت بتشعري وانت بتقرأي القرآن ب ب ب بإيه؟ ما سمعتش كويس. بحس ان انا جدا بس بستمر. لا انا ارجو منك يا استاذه هاجر تنتقلي في مكان فيه شبكه كويسه، لان الصوت بيروح وبيجي وفيه ذبذبه في الصوت رجاء. لكن انا سمعت انك انت ساعه قراءه القران بيحصل يعني اضطراب في الجسم او عدم راحه في اثناء القراءه. دائما ابدا الممسوس هذا عرض ياتي عند الممسوس، اما المسحور فلا ياتي عليه هذا العرض. المسحور ما بيحصلوش اضطراب، بل بالعكس الجن المكلف بالسحر لما بيسمع القران بيولي عن المريض بالسحر. اما الممسوس مس عشق جن يحصل له اضطراب او حركه أو حاجة بتجري في جسمه، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو المقصود به شيطان المس وليس شيطان السحر. فده بالنسبة لموضوع قراءة القرآن يعني، فأنت محتاجة كده الرقية إن شاء المولى جل وعلا. ماشي، أقول لحضرتك الرقية بقى؟ تفضلي. ماشي، حضرتك متوفية والدي يعني. جاية البيت بتاعه جدا. نعم. مبسوطة أوي أوي ومش عايزة تمشي. فبتقول لي الشمس ايه زي ما واحده اسمها مرت عني يعني، ده ما جاتش مرتين وعايزه تقعد جدا. طيب يا استاذه هاجر، يا انت حضرتك عامله ايه مع ربنا؟ عامله ايه في الصلاه؟ طيب بص يا استاذه هاجر، يعني الرؤيه انت بتقولي المتوفى اذا جاء مبتسما ضحوكا فتلك بشارة له ولك. يعني دائما أبدا بنقول أن الرؤية الصالحة يراه العبد الصالح أو ترى له. طيب الإنسان لو رأى ميتا يضحك فبفضل الله هذه بشارة للميت أنه فرج عنه. ودائما أبدا البشريات بتكون للموتى، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ده لأهل الجنة، فإن شاء الله هي بشارة للمتوفى بإذن الله. أم محمد السلام عليكم. أيوة يا شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أهلا. أيوة يا شيخ، أنا الحاج أم محمد. أهلا بك أم محمد اللي راح لك يوم السبت اللي فات. أهلا بك أم محمد. الله يبقى انا ما انا مشغول على ابني عشان السحر اللي فيه وراح لك يوم السبت اللي فات. اهلا. وديت ساعتها زيت الزيتون والعسل وقلت له استغفر ربنا 1000 مره وسوره البقره وكل حاجه بيعملها. هو طب لو سمحت امتى يطلع امتى منه السحر اللي فيه الدواء؟ يا ام محمد منه. يا ام محمد طالما ان هو بيتابع معايا برنامج، انا قلت له برنامج 21 يوم بعد 21 يوم بالظبط كده، وان شاء الله هيجي يعمل حجامه باذن المولى جل وعلا، وبفضل الله يعني سيبرأ باذن المولى. يعني بعد 21 يوم الا حاجه تطلع منه ولا ايه؟ ما فيش حاجه اسمها بعد 21 يوم. محمد يعمل البرنامج ولا يتألى على الله، بمعنى لا ايه؟ هو شغال على كل بالظبط كده. يا أم محمد عليه الراجل اللي قلت عليه، الراجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم بنفس الكيفية اللي انت بتقولي على ابنك محمد ده، وقال يا رسول الله ان اخي يشكي بطنه قال اسقيه عسل، فكان بيضطرب في سؤالي مستعجل فتأخر الشفاء. احنا عايزين نعمل برنامج وربما يتحقق الشفاء في يوم وليلة. ماشي يا أم محمد؟ فمش عايزين نستعجل، يعمل البرنامج وان شاء الله بإذن المولى طالما بيطبق الكتاب والسنة وبيستغفر ان شاء الله سيبرأ. ما هو ماشي على زي ما حضرتك قلت له العلاج ماشي عليه بالظبط. ان شاء الله سيبرأ، ان شاء الله سيبرأ. يعني ان شاء الله بداية الحجامه ديت هبلها له في جنب عينه اليمين زي ما حضرتك بتقول. ان شاء الله اللي هو الوخز بجوار العين اليمنى ان شاء الله. طيب ام محمد ان شاء المولى عايزين نتكلم في الخاصيه ديت، لا يكون الانسان مستعجلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. يعني ايه؟ زي الراجل اللي راح للنبي وقال له ان اخي يشكي بطنه فقال اسقيه عسل، فعجل الشفاء فتاخر الشفاء للمره الرابعه، فلما شرب الرابعه برأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك. عايزين يا ام محمد ابنك يعمل البرنامج واستعين بالله، والبرنامج مش موضوع مده، لا ده انا بحطه على الاستغفار، مش موضوع مده 21، ده انا بدربه
على الاستغفار، بدربه على سماع سورة البقرة، بدربه على 7 تمرات سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، مش بس لمريض السحر والمس. خلي بالكم يا ريت. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك يا أم أحمد. الله يخليك. معلش عايز استفسار، أني أول هم أنا معيش أولاد. نعم. بس بنت أختي كنت عملت لها حل مجهري وفشل. نعم. فجيت صليت الاستخارة 3 مرات. أقول ممكن كل ما أشوف يعني ممكن تكون الشيطان بيضحك عليا. بقوم أصلي في قيام الليل. نعم. وبصلي الركعتين دولة. نعم. فأول ما نمت جيت بقى بعد قيام الليل فضلت أسبح لحد الفجر. نعم. وجيت نمت ولقيت الدكتور اللي هو كان عامل لها، لقيته جاي بيقول لها تعالي ورايا، اطلع. نعم. ورايا على السلم بس بسرعة، عشان كنت بصلي صلاة الاستخارة ان يعني اذا كان المشوار دي ده بخير نمشي، مش بخير نرجع. يعني انت رأيت الدكتور بيقولها تعالي؟ ايوه تعالي بسرعة. نعم. دي اول رؤية. نعم. تاني رؤية صلاتها تاني بصلت لقيت هي جاية حامل. نعم. وبقول لها يا بنتي بطن كبيرة لكده، بطنها كبيرة وبزتها الشمال كبيرة اليمين كبيرة. نعم. فبقول لها بطن الكبيره لا كده، فبيقولوا ايه مبسوطه بقى والفرشه بتاعتها جميله، فبيقولوا ده حامل. قلت لهم امال اللي نزل ده ايه؟ قالوا لا ده في حمل تاني. نعم. دي رؤيه. جيت برضه صليت تاني ماشي، لقيتها ايه انا قاعده في بيت كبير وبشوف كيزان ذره، بس كيزان الذره دي يعني مش كامله. نعم. فانا بفصص منها برضه وبشوي عشان ياكلوا. نعم. فبصت لقيتها بقى هي قاعده في بيت حلو وقاعده على السرير هي وجوزها، فبقول لها خشي اوضتك فرشه جوه، ما تقعدش على الفرشه بتاعت راسي الديني. فضحكت هي وجوزها ورحنا نايمين جنب بعض يوم، فلقيت فراخ دخلت جوه البيت، فراخ بلدي دخلت جوه الاوضه. نعم. فبقول لها قومي يا بنتي شوفي الاوضه بتاعتك، قومي شوفي الاوضه بتاعتك عشان الفراخ دخلت فيها توسخ السرير، والسرير جميل. فبصيت لقيت الدوره اتقلبت في ايدي لب. فواحده بتقول لي ما تديهاش لب، انت بتدلع عليها لا على الاخر كده، انت بتدلع بنتك على الاخر لا كده بس. قلت لها ايوه انا ليا اللي هي هدلعها. طيب دي رؤيه. بص يا اختي الكريمه، ان شاء المولى هذه بشاره ان الاخت البنت اللي انت بنت اختك دي ان شاء الله تلجا للطبيب الاطباء الاول هو الله جل وعلا. فالطبيب يرمز اولا في الرؤيه الى اللجوء الى الله تبارك وتعالى، لان كلمه تعالي لي بسرعه يعني ايه؟ المصارعه الى التقرب الى الله جل وعلا. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء. كلمه مصارعه طالما جت في الرؤيه تعالي بسرعه، وسارعوا الى مغفره من ربكم. الذي يهب الحمل هو الله، يهب لمن يشاء ناسا ويهب لمن يشاء الذكور سليم. فربنا دي هبه من ربنا جل وعلا. قضيه الرؤيه لما تاكدت تاني ان هي جايه حامل، فده تثبيت على ان شاء الله الحمل سيحدث بامر الله. هي لجأت للطب اول مره الحال المجاري وما ينفعش، تلجا الى الله. ربما تحتاج الى رقيه شرعيه، ربما تحتاج الى علاج بالقران والسنه، ربما دواء في العسل والحجامه. هذه امور كثير جدا اتعالجت عندنا بفضل الله جل وعلا. فان شاء الله ارقام المركز موجوده، وخليها تتواصل معايا. هسال عن بعض الاشياء بالنسبه لهذه البنت، ربما يكون هناك تعطيل من للحمل عن طريق الجن او عن طريق السحر. جن العشق اذا ربط المبيض لا يحدث حمل. هتقول ده كلام مش طبي، لا ده كلام موجود حاليا. الدكاتره يقول لك احنا ما نعرفش الحقن فشل ازاي، العمليه نجحت والامور كانت يعني مستقره، وهذا الامر فشل ازاي. فاحنا بنقول يا ريت اسمع للاخت ديت في التليفون ونشوف الاعراض ايه، ولو احتاجت تيجي تعمل رقيه وحجامه نشوفها ان شاء الله. السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم. الله وبركاته استاذ محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. في حديثك هو فيها سحر والتفريق بين الزوج وزوجته؟ ده القران اللي قال كده يا حاج محمد، مش احنا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ده سحر التفريق موجود في القرآن. طب ايه حكم الكذب
الكتاب اللي بتاخد الكلام بالكذب. مش فاهم. الكذب الواحد البني ادم الانسان اللي بيكذب او الواحده اللي بتكذب. لا ده دي يعني حكمة عند الله جل وعلا ان هي تتوب، الكذب له توبة الا اذا كان كذبا ادى الى فتنة والى قتل او الى يعني تنازع، فهذا الكذب طبعا بيوقع مصايب بين المسلمين فهذا لا يغفر. سليم ده هيوصل ان الزوج يعني لو حد كذب على امرأة انها زنت مثلا زي عبد الله بن ابي بن سلول كده لما كذب على السيدة عائشة وربنا نزل في قرآن الى يوم القيامة انه منافق ولا تصلوا عليه ولا تقف على قبره كما امر الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فهنا الانسان لو كذب كذبه طلق امراه فده هيروح فين؟ ده ظلم امراه او رمى امراه في عرضها، يعني ممكن يكون رمى امراه في عرضها عشان تتطلق. بسبب الكذب ده هيحصل فيه طلاق بين الزوج. طب انت عرفت ان في كذب يعني ليه ما نغفرش للزوجه؟ يعني طب ما ابو الزوجه بياخد الكذب وبيتكلم بيه على لسان شكر على لسان ابنته بنته. ماشي، ما هو الاب هنا مغبون في ابنته، ابنته هي اللي بتكذب صح كده؟ بنته بتقول حاجات غير صحيحه. ايوه هو طيب. بياخد الحاجه الصحيحه ديت بيتكلم بيها برضه على لسانها. طيب بص يا اخي الكريم، انا انصح اي اخ مراته يعني مراته بتعلل فشلها او بتعلل خيبه امالها او بتعلل تقصيرها ان الزوج مثلا مقصر او ما بيداش فلوس او ان هو ما منوش او ان هو راجل زي قلته او الكلام ده اللي بيعرض علينا والادعاءات الكاذبه، ان الرجل يتحلى بالحلم. خليك حليم فانك في درجه رفيعه عند الله جل وعلا لانك انت مظلوم ودعوتك مستجابه. فانا لا اقول لك الا كلمه واحده تقولها، فوضت امري الى الله. تقولها كده بالظبط كده، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير إيه؟ بالعباد. دي اللي تقولها كررها، فوالله ما هي إلا سهم بتضرب بيه حماك وبنته وكل واحد بيتدخل لأذيتك. أنت فوضت الأمر إلى الله ونعم المفوض، هو هيجيب لك حقك. أيوه ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يبارك فيك، شكرا. تحت أمرك. فيا اخوانا يعني اي حد وقع في مظلمه سواء مظلمه نسبيه او مظلمه قرابيه من الاقارب بقول له اهو هذه الايه والله العظيم تقسم ظهر كل جبار، وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، وافوض امري الى الله. اه والله ماليش غيره، هو اللي مطلع، هو سامعهم دلوقتي بيقولوا عليا ايه، هو سامع وشايف بيدبروا ايه. وإذا الله عز وجل يجعل تدبيرهم في تدميرهم، يجعل هذا التدبير في التدمير، فلا تقل إلا يا رب، لا تقل إلا يا رب. إذا حاكوا بك وأوقعوا بك وقالوا عنك ما ليس فيك فاعلم أن الله يريد أن يسمع صوتك. خلي بالك. أختي منال السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي منال اتفضلي. لو سمحت، أنا حلمت أنا وأمي فوق سطح البيت بتاعنا، وأمي ما تبني لي كأنها ما تبني لي يعني عشة للحمام كده. نعم. وبنت لي يعني دور والتاني والتالت، فأنا قلت لها أنت كده مش هتقدري يعني تكمليه لأن الطينة لاينة هيتهاد. فجيت لي لا يعني هو هيكمل ان شاء الله. ففضلت انا ابص حواليا يعني على البيوت وكده، وبعدين بصيت فيها لقيتها كملته بس في حته ناقصه ما كملتش. يعني هي قالت لك لع وكملت البنى. ايوه. طيب سنك كم سنه يا منال؟ 25. متزوجه؟ لا. طيب ابشرك بقرب زواجك لان البناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو سمحت الحلم ده يعني من كذا سنه، من حوالي 3 سنين. ما علينا بقى، ما ربنا ان شاء الله يكرمك ان شاء الله، يعني حتى لو كان من 10 سنين يعني ان شاء الله ابشري، فان شاء الله ستتزوجي باذن المولى برجل مسالم لان الحمام مسالم، وامك بتبني لك غيط حمام او مكان يعني بتقني فيه الحمام، يعني احنا بنسميه عندنا في القرى بنقني فيه الحمام يعني. فهنا ان شاء الله بنايه يعني إعداد أهل نفسك لاستقبال زوج
صالح مسالم باذن المولى. وقيل ان الحمام خبر. تفضلي يا منال تفضلي. انا على طول يعني ما احلم ان انا لابسه خواتم فضه وساعات ذهب وكده يعني. طيب ما هو في تفسير ابن سيرين الفضه زواج، وحتى لو تاخر الامر 3 سنوات على الرؤيه فانه ان شاء الله قريبا سيتحقق، فابشر ان شاء الله ان شاء المولى. يا استاذه منال شكرا. ربنا يبارك فيك ويحفظك. دائما بنقول ان الرؤيه مبشره، والرؤيه دائما لا تاتي الا بخير، فلا تعبروها الا بالخير. حتى لو الانسان وجد ان في الرؤيه شيء من الكراهه او من الشر فلا يعبرها، فانها تكون على جناح طائر تقع بمجرد التعبير. فدائما ابا بشروا ولا تنفروا، ودائما الرؤى اللي فيها بشرات احنا بنصدع بها. ليه؟ لان فعلا بتسر قلب الرائي اللي هو شاف الرؤيه، زي الخواتم الفضه، الفضه تدل على الزواج. اللي بيقول انا مربوط بايديا، القيد في الرجل ثبات، اما القيد في العنق دي ايه؟ اذ الاغلال في اعناقهم. هذا يدل على ان صاحب الرؤيه يحتاج الى توبه الى الله جل وعلا. قيد الايد يدل على السرقه، ده حرامي ايده طويله عايزه تتمسك. فيا ريت يعني التعبير لا يكون الا ممزوجا بكتاب الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم كتاب اسمه كتاب التعبير في صحيح البخاري، اكبر كتاب من كتب السنه، يضم اكثر من يعني اكثر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كتاب التعبير، ما ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كتاب التعبير الا وعبر النبي في كل شيء. تكلم النبي عن اللبن، وتكلم عن الثياب الفضفاض، وتكلم عن الناس العوري، وتكلم عن الشعر المنكوش، المراه اللي منكوشه الشعر، وتكلم عن الفضه، وكلم عن رؤيه العروه والحلقه والخاتم، وكلم عن رؤيه القاروره سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم وكلم عن رؤيه المجره، الميه اللي بتجري، شفت نفسي بجري في ميه. فعشان كده العلم جميل، العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. اما التعبير بالهتهته وبالكلام اللي يجي على الدماغ نقوله، هذا تدخل في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أفتى بما لا يعلم فقد قطع بغير سكين، وسيؤتى يوم القيامة ويقبل إليه بشعرة معقودة، ويقول الله جل وعلا فك هذه الشعرة، شعرتين معقودة، يقول له فك شعرة فكها. ليه؟ لأنه هو تأول على الله جل وعلا بما لا يعلم، فيجي فك ما يعرفش، فيكون هذا مصيره يوم القيامة. يا ريت يعني برضو نصيحة، زي ما بقول ما حدش يلجأ لأي أحد في التعبير إلا أهل العلم، أقول أيضا براءة أمام الله جل وعلا أننا في زمن الفتن، وما كثرت الفتن والمظالم والقتل والطعن والطاعون والغلاء والوباء والولاء لغير الله عز وجل، إلا بسبب أن وسد الأمر إلى غير أهله، وسد الأمر إلى غير أهله. فعيدوا أنفسكم مع الله جل وعلا، ورقيبوا أنفسكم، وجددوا إيمانكم. وعنا أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. اتفضل يا ام احمد. والله يا شيخ عندي والدتي كل يوم العصر بتسخن جامد كده. بتسخن؟ بتزهق. لا مش سامعك، الشبكه برضو عندك بايظه. بتزهق يا شيخ، بجيلها زهق. عندها قلق يعني، توتر يعني. بتزهق كده، بتنخنق. تمام. وبتفضل تعيط لفتره طويله. سنها كم سنة يا أم أحمد؟ 60 سنة. 60 سنة. زوجها موجود؟ نعم. والدك موجود زوجها؟ لا متوفي. متوفي. طيب يعني ساعة العصر فقط؟ كل يوم العصر كده بتسهر كده وتعيط، وبتفتح وجهها وتتاوب جام. تمام. وزوجها وجهها. بتصلي يا أم أحمد؟ ده بتصلي قيام الليل بص يا ام احمد، هتجيبي كوب من الماء، كوبايه ميه. الكلام ده عند اذان العصر، يعني عند اذان العصر كده في التوقيت اللي بيحصل فيه الكلام ده، هنجيب كوبايه ميه وانت قاعده امامها، وانت متوضيه وضوءك لصلاه العصر، وهي متوضاه وضوءها لصلاه العصر. والكلام ده مش لام احمد بس، ده لكل حد بيسمعنا الى الان. حينما يتواطر على انسان في توقيت معين بعد اذان تساؤب كثير وزهق وملل وتوتر وعياط وبكاء، يجيب يتوضا وضوءه للصلاه اللي هي حان اذانها زي اذان العصر، وتبدا تجيب الكوبايه وتنفث فيها
بفاتحة الكتاب 7 مرات. فاتحة الكتاب كم مرة؟ 7 مرات. وآية الكرسي 7 مرات. وخواتيم البقرة 7 مرات. وخواتيم الحشر 7 مرات. وقل هو الله أحد والمعوذتين 7 مرات. كل الآيات دي تقرأ في المية 7 مرات. وتخلي الأم بفضل الله تاخد تشرب سلاسا وتترك بقية تضع إيديك فيها يا أم أحمد وتمسحي وجهها إن شاء الله. تشرب وتمسحي وجهها إن شاء الله. الكلام ده يتعمل لمدة 7 أيام. ماشي يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، طيب أنا اللي كنت كلمت حضرتك الأسبوع اللي فات. تفضلي. كنت كلمت حضرتك قلت لك على الشعر اللي متخيط في هدومي دي. أيوة أم أحمد متذكر. آه كان في شعر يا دكتور متخيط في هدومي كده حوالي 10 سنتي. طيب ما انا قلت لك الشعر دائما يرمز الى ان هناك جن مكلف بسحر. ها يعني كان في كمان شعر يعني ايه، كان عندي بشكير برضو، بشكير ما استعملتوش خالص. نعم. بشكير برضو جات الله من كيف ما كنتش استعملت خالص، كان جديد برضو، لقيته فيه دم يعني. نعم. لقيته حاجه حمر، ما اعرفش هي دم ولا لا. طيب يا ام احمد انت والدتك معاكي في نفس المنزل صح؟ اه هي معايا دلوقتي. طيب يا ريت الماء اللي انت هتعمليه ده تحطيه في قاروره كبيره وترشي اركان المنزل لمده 40 يوم مع سماع صوت البقره. طب منزلي ولا منزل امي؟ لا المنزل اللي مش والدتك معاكي في نفس المنزل اللي انت فيه؟ لا لا هي قاعده عندي يومين بس. طيب خليها قاعده عند الاسبوع اللي انت هتعملي فيه البرنامج ده، وانت تكملي 40 يوم رش اركان البيت ما عدا الحمام لمده 40 يوم. البشكير دي بتاعنا يا دكتور مش طول دي. يا ست الكل انا سامعك والله وفاهم، بقول لك رشي اركان المنزل عندك لمده 40 يوم بالماء اللي انا قلت لك تقرا عليه نفس الايات اللي قلت لك عليها. حاضر ماشي شيخ. وشغلي سوره البقره ان شاء الله ستزول هذه الامور باذن الله تعالى. ماشي شيخ. ودي الدعوه للجميع، ان استطعتي انك انت تجدي ماء ورس تضعي غطاين ماء ورس على ماء البخاخه وترشي اركان البيت مع قراءه نفس الايات اللي قلت لك عليها، سوره الفاتحه 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، خواتيم البقرة 7 مرات، خواتيم الحشر 7 مرات، قل هو الله أحد والمعوذتين 7 مرات. هذا الأمر رقية المنازل، رقية الأطفال، رقية النفس. طب في سحر بيجدد يبقى لازما متابعة مع شيخ أو تيجي المركز نعمل لك تخريج ونعمل لك تحصين، والتخريج زي ما قلت لكم في الجنب الأيمن ده يا عم الشيخ، ما سمعناش عن الكلام ده قبل كده. نقول إيه؟ أن هذا الجانب هو أقرب ما يكون للجن للبصر، لأن النبي لما سحر كاد النبي أن يفقد بصره، وأقرب ما يكون حضوره على هذا الوريد، فبنستخرج من الجنب الأيمن، لأن تيمنوا فإن في اليمين بركة، تيمنوا فإن في اليمين بركة، استخراج من هذا الجانب وإن شاء الله هتجد فائدة. طب ما لقيتش بقى الورس ما عرفتش أحصل عليه، نجيب ورق سدر نضربه في الخلاط ونقرأ عليه نفس الآيات ونرش بيه مؤقتا إلى أن تحضر إن شاء الله عند المركز نعمل التخريج ونعمل التحصين بإذن الله. شكرا. ربنا يحفظك يا ام احمد، تقبل الله منه ومنك. ف يا اخوانا زي ما قلت لكم بنحب ان احنا ناخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو ده الطريق اللي وضحه لنا ورسمه لنا، والله تبارك وتعالى اكد عليه في كتابه وقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق المستقيم في مش بس في الهدى، أيضا في اتباع طرق العلاج بالقرآن والسنة. يعني أنا لما واحدة تقول لي أنا رحت عند الشيخ واداني 7 ورقات، سبع ورقات إيه مش فاهم. لما واحدة تقول لي أنا رحت عند الشيخ وقال لي اسمك واسم أمك، أنا ما أعرفش ليه هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لما واحدة تقول لي أنا رحت عند الشيخ وقال إن الشيء ده معمول بالسحر ولازم نتفك بسحر، إزاي مش فاهم، ولا يفلح الساحر حيث أتى. لما واحدة تتصل بيها تقول لي يا عم الشيخ ده في واحد قال لي هاتي اشياء غريبه بتقول لي عليها وحطيها في ميه واشربيها، او هاتي معلقه المونيا وحط عليها معدن معين وطشطشيه وقولي الكلمات دي وكاتب لها الكلمات في ورقه كلمات كفر، هذا كله انما هو حيد عن ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقى البيوت تقوم مشاكل وتقول لك والله من ساعه ما عملت الكلام ده والجسم قيد نار وشعري بيسقط وسبت بيت الزوجيه ومش طايقه زوجي والاولادي، اقول لك لا، لانك انت ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. هجاوب عليك بالقران والله مش بكلامي انا، انت اعرضت عن ذكر الله تبارك وتعالى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا.
فغير كده ونحشره يوم القيامة أعمى. يا رب ده أنا كنت بصير في الدنيا، ده أنت هتقول كده يوم القيامة. يقول لك لا، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إحنا بنذكرك بالله وبنقول لك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وأنت رايح لواحد ياخد اسمك واسم أمك وياخد صورتك وصورة أمك وياخد قطرك وقطر أمك، أو واحدة تروح لساحة تقول له أنا بحبه فلان هاتهولي، اعمل لي حاجة بالقلب. قلب إيه؟ قلب إيه؟ من الذي يجلب الخير إلا الله؟ ومن الذي يفتح باب الرزق إلا الله؟ ومن الذي يقدر أن هذا زوجك أو ده من زوجك؟ الله. ومن الذي يعفو؟ الله. ومن الذي يعطي؟ الله. ومن الذي يمنع؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مهما اجتمعت الأمة على أن ينفعوك أن يجيبوا لك حبيبك، ده مش هيجي إلا إذا قدر الله لك ذلك. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بطلاق أو بمنع حمل أو بشيء مما تكرهينه، ولن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك أو عليك، خلاص الموضوع منتهي. جفة الأقلام وطويت الصحف، كل شيء مقدر في كتاب الله. فتلقى الأخت تتصل تقول لها عم الشيخ اتفضل يا بنتي، بالله عليك أنا بحب واحد وعايز أجيبه. الله، نجيبه لك إزاي يعني؟ أروح أجيبه لك بالعربية مثلا؟ تقولي لا، اعمل له حاجة يا بنتي. أنت عارفة أنت بتتصل على رقم مين؟ هو أنت ما سمعتيش الحلقة؟ هو أنت ما عدتيش بنقول وحدوا الله، الجأوا إلى الله، تناجوا مع الله، أنينك مع الله، شكواك مع الله، كلامك مع الله، الجأ إلى الله. لا 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 لا، هذا الكلام كلام عابر، جربناه عم الشيخ وما نفعش. أقول لك يبقى أنت عندك خلل، قلبك مطموس، طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ومع الطبع ده ولهم عذاب عظيم. ربنا سبحانه وتعالى رسم لنا الطرق ووضح أن شفاء في القرآن بالعسل، وشفاء في القرآن بالقرآن. فربنا يكرمكم، عايزين نقف وقفة مع الله عز وجل، نقف وقفة رجاء ودعاء وتوكل واستفاضة الأمر بين يدي الله، لعل الله أن يغفر لنا. ومجانا السلام عليكم. طيب نعاود معلش أخت مجانا، لأن حينما نبحر في كلام الله تبارك وتعالى ونعود إلى الله جل وعلا، فالكلام بيطرب القلوب وبيجعلنا نقف مع النفس وقفة طويلة ونقول ماذا قدمت للقاء الله، والنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والحلم ثالثها والعلم رابعها والفضل باقيها، فلا تركننا إلى الدنيا وزخرفها، لا شك أن الموت يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار محمد والرحمن ناشيها، قصورها من ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، والطير تجري في الجنة على الأغصان مغردة توحد الله جهرا في مغانيها، فيا من يشتري الفردوس يعمرها، يا من يشتري الفردوس يعمرها برقعة في ظلام الليل يحييها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى أن يتجدد اللقاء لنا عودة إن شاء الله، إن كتب لنا الله عز وجل البقاء يوم السبت القادم في تمام الساعة الثامنة، إن تأخر الموعد لثمانية وربع ثمانية ونص برضو انتظرونا، إن شاء الله لن نغيب عنكم إلا ذكرناكم بالدعاء. آخر ما أقول لكم غفر الله لكم، أواكم الله، نصركم الله، شفاكم الله، رفع الله عنكم الوباء والطاعون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.